في هذه الحلقة، وطبعا نرحب بالجمهور العربي والألماني الحاضر معنا. إذن هل كان الأمر يتعلق بخدمات حسب الطلب قدمتها مطارات أوروبية وسجون رومانية وسجون أخرى عربية ومختصون في أساليب التعذيب من كل حدب وصوب؟ تلك هي المسألة، لنتابع هذا التقرير. في إطار مكافحة الإرهاب، نظمت الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA رحلات سرية لنقل متهمين بالإرهاب من مناطق مختلفة في العالم إلى سجون سرية، مستخدمة المجال الجوي وبعض مطارات الدول الأوروبية، مما دفع البعض للتساؤل عما إذا كانت CIA قد تجاوزت الأعراف والقوانين الدولية وحقوق الأفراد لمحاربة من تتهمهم بالخروج عن القوانين الدولية. كما قامت CIA بعمليات اختطاف للمتهمين بغرض استجوابهم في سجون في بعض دول أوروبا الشرقية وبعض الدول العربية أيضاً، أو في معتقل غوانتانامو، وذلك بعيداً عن أعين القانون الدولي. وقال خالد المصري، المواطن الألماني الذي وقع خطأ ضحية عملية اختطاف من هذا النوع، إن المحقق الأمريكي أخبره بعد نقله إلى أفغانستان أنه الآن في بلد لا تحكمه القوانين. وضعت هذه الأنشطة الحكومات الأوروبية في موقف حرج، فقوانين الاتحاد الأوروبي تنص صراحة على حماية حقوق الإنسان، فهل كانت الحكومات الأوروبية غير مطلعة فعلاً على ما يجري؟ في نهاية الأسبوع الماضي، أصدر المدعي العام الإيطالي مذكرة توقيف أوروبية بحق مخبرين في جهاز الاستخبارات الأمريكية المركزية، وذلك بعد مضي ما يقارب 3 سنوات على اختطافهم لرجل دين مصري من مدينة ميلانو الإيطالية. فهل ستؤدي أنشطة CIA إلى أزمة في العلاقات الأوروبية الأمريكية؟ وما هي الخطوات التي ستتخذها أوروبا لمنع حدوث تجاوزات كهذه مستقبلاً؟ وما هو موقف الدول العربية أيضاً من هذه الأنشطة؟